بالنسبة لأهم العمليات المنجزة في مجال التحسيس والتوعية، كما كنت كلمت يعني في بداية المداخلة، أننا يعني العناية القصوى للجانب الوقائي، سواء بالنسبة للحرائق المحاصيل الزراعية أو الغابات، على سبيل المثال مرافقة الفلاحين في عملية الحصاد والدرس الكبرى، وهذا بوضع يعني أجهزة أمنية جوارية ديسبوزيتيف دو بروكسيميتي، وهذا يعني لمرافقة الفلاحين وحماية المحاصيل من 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 يعني الحرائق. كذلك نقوم بعمليه يعني تحسيس وتوعيه عبر كل مواقع الاستجمام، خاصه وعندنا يعني حرائق الغابات او حمله مكافحه حرائق الغابات تتزامن مع دائما مع موسم الاصطياد. نقوم بخرجات ميدانيه لهذه المواقع، وكذا تقديم ارشادات ونصائح لكل يعني خاصه السكان القاطنين على ضفاف الغابات حول يعني وقاية حرائق الغابات، وكذلك التبليغ عن اندلاع الإرهاب، لأنه ما يختلفونش على كل ما يعني يكون النداء يكون يسريع ويكون في الوقت المناسب، تكون يعني السيطرة أو التكفل بالحريق يعني يكون أسهل. كذلك قدمنا يعني نصائح وإرشادات لكل فلاحين حول عملية التخزين الوقائي للمحاصيل الزراعية عن طريق يعني توزيع المعلومات وتقديم نصائح وإرشادات في هذا الإطار. بالنسبة لتحضير حملة الموسم الجاري 2024 يتركز على ثلاث عناصر، وهي الوقاية، التحضير والمكافحة. بالنسبة للوقاية نقوم يعني سطرنا يعني برنامج شريف في هذا الإطار كتشكيل خلايا عبر وحدات الحماية المدنية تقوم يعني بخرجات ميدانية كما نشوفوا هنا في الصور، سواء عبر محاور الطرقات او يعني عبر السكان القاطنين على ضفاف الغابات، او حتى يعني عن طريق القنوات الاخرى على سبيل المثال الاذاعه المحليه، وهذا لتحسيس المواطن الكريم حول يعني اسهامه في الحس المدني عن الحرائق في وقتها المناسب، او يعني كذلك اللي هو الدور سواء عن طريق الجمعيات كالشباب الاسلامي على سبيل المثال، انها يعني تقوم بعمل وقائي بالتنسيق مع كل الفاعلين، وهذا في اطار عمليه التحسيس والتوعيه. كذلك سطرنا برنامج بيراه الجاري حاليا يتمثل في تنظيم مناورات تدريبيه لكل الافراد حول تقنيات اخلال الحرائق، وهذا عبر كل الوحدات العمليه المنتشره عبر الولايه. كذلك كما كان السيد الامام المحترم يعني فيه يعني برنامج ثري وقوي لكل المسطحات المائية لاستغلالها عند الضرورة في عملية الإخبار، خاصة يعني لما تكون الحالات الاستثنائية يعني إذا كانت الحرائق تهدف يعني بدرجة كبيرة السكان أو بعض المنشآت الحساسة اللي في هذه الحالات دخل أسطول جوي تابع للحماية المدنية يعني لتدعيم الوحدات المتدخلة في عملية يعني الإخلاد والسيطرة على هذه الحرائق وحماية السكان من خلال الأسطول الجوي. كما نشوف هنا في الصور هذه زيارات معينة قمنا بها لكل يعني نقاط المياه التي يمكن استغلالها في عملية الإخلاد. بالنسبة للوقاية كنت تكلمت عليها من سواء من حصيل زراعية أو الغابات، يعني قدمنا يعني عدة توصيات للفلاحين للتقيد بها، وهذا حفاظا على هذه ثروه المحاصيل الزراعيه. على سبيل المثال يعني تزويد الات الحصاد، يعني قلنا بعمليه تكوين لسواق يعني الات الحصاد حول كيفيه يعني استعمال هذه الوسائل، وهذا يعني كونهم انهم يقدروا يدخلوا في الوهله الاولى في انتظار يعني وصول اجهزه المكافحه الاخرى سواء الحمايه المدنيه او محافظه الغابات. وفي ختام يعني المداخلة المجيزة هذه كانت يعني فيه تعليمة للسيد والي الولاية وجهت لكل يعني المقاييس العملياتية في إطار يعني مخطط تنظيم النجدة الولائي لو بلون أورساك، وين يعني هذه التوصيات تحث كل يعني القطاعات الفاعلة في هذا الإطار أنها يعني تأخذ هذا الملف بكل جدية، وانها يعني توضع كل الامكانيات الماديه والبشريه نتاعها في حاله استنفار قصوى، وهذا يعني للتصدي
حرائق لا قدر الله، كذلك سيتم يعني في الايام القريبه تنصيب ما يسمى بالريف المتنقي لمكافحه حرائق الغابات. هذا الريف يضم يعني مجموعه كبيره من الاليات والافراد اللي دوره هو كذلك يدعم الوحدات المتدخله في الحالات الاستثنائيه. كذلك سيتم يعني تنصيب على مستوى ولايه سيدي بن عباس، كذلك فيه يعني عدد يعني جد ثقيل، فيه حتى يعني الوسائل الجويه من مروحيات وطائرات مقبله للمياه يمكن استعمالها في الحالات الاستثنائيه. احنا كقطاع حمايه المدنيه كل يعني الامكانيات الماديه والبشريه راهي في حاله استنفار قصوى، حتى انه يعني تم تعليق كل العطل بانوائها، وهذا يعني لتسهيل عمليه تجنيد الافراد للتصدي لهذه الحرائق والسيطره عليها يعني بقدر الامكان لتفادي يعني الخسائر لهذه الثروه الاستراتيجيه. وشكرا.